كل مباراه لجهاد جريشه في امم افريقيا 2019. واخيرا كابتن جهاد جريشه هيحكم مباراه كينيا والسنغال بكره ان شاء الله، وبعد الجدل الكبير اللي كان عليه بعد مباراه الذهاب ما بين الوداد والترجي وايقافه وعودته من الايقاف بعد الكارثه اللي عملها بكاري جسامه في مباراه الاياب في تونس. فبالتالي كلام كان كتير جدا عن جهاد جريشه، لكن موجود خلاص في البطوله وهيحكم مباراه الغد ان شاء الله ما بين كينيا والسنغال. في نفس السياق